السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم، وشلونكم؟ ان شاء الله زينين وبخير. ارتقيكم مرة اخرى وتعلم العود بطريقة سهلة مع زياد. اليوم مقام جميل جدا، مقام اللي تميز به العراق وطبعا بقية الدول العربية، لكن العراق دائما حزين وبطوره وبإحساسه يكون دائما متألق في هذا المقام وبقية الدول. طبعا مقام الصبا مقام جميل جدا اللي راح تشوفوه أمامكم أيضا في الورقة. هذا مقام الصبا وهذه الأصابع، نلاحظ أمامكم بالورقة كيف مقام الصبا، وراح نعزفه بآلة العود الآن أمامكم بالورقة. نلاحظ أمامكم بالورقة أيضا واللي أمامكم هذه الأصابع اللي هو يبدأ من الري والإصبع الأول ومن ثم الإصبع الثالث ومن ثم الإصبع الرابع على الري. الآن نرجع، هذا هو الري، الإصبع الأول، هذا الإصبع الأول، الإصبع الرابع يكون هنا، يكون هنا على إصبع على الري. لاحظ مي ري مي، مباشرة ري مي فا صول بيمول، لا سي دو ري، لاحظنا ري دو سي بيمول حبيتي. هذا المقام مقام جميل جدا، واللي اذكر من الاغاني الخليجيه الاماكن كلها لمحمد عبده، وايضا الى قيصر غناء العربي والعراقي الفنان الكبير كاظم الساهر اللي بداها بموال نصي ثلج نصي نار، احدى الاغاني اللي هي اغنيه يا العزيز من ضمن الاغاني طبعا، وكثير من الاغاني اللي على هذا المقام الجميل. أتمنى إن شاء الله استفاديته، وإن شاء الله نبدأ في أغنية على الفيديو القادم، وأتمنى أنه استفاديته. وشكرا لكم وشكرا لإعجابكم واشتراككم بالقناة، وأي سؤال موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، أي سؤال، والواتساب موجود. وتحياتي لكم، زياد هادي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.